السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات والمغرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة ديالنا سيادنا الكرام غادي نبداو مع واحد السيد في عمره 38 عام والاسم ديالو سهيل. هذا سهيل كان مزوج وساكن في واحد الحي اللي هو ماشي راقي وماشي شعبي بزاف، عنده دارو، عنده طوموبيلتو، مراتو اسم ديالها حنان. هاد سهيل هذا ما كانش والد مع مراتو، مزوج بها شحال من عام ولكن للاسف الشديد ما ولد معها ما والو. سهيل فين كان خدام؟ كان خدام في واحد الشركه. سهيل تقريبا واحد 15 عام وخدام في هاد الشركه، كسب واحد الثقه كبيره عند الحاج، تقريبا ولا هو المسؤول الاول والاخر في ديك الشركه من ورا الحاج. كان داير فيه الثقه ديال بصح، كان كيثيق فيه بزاف. السيد يعني سهيل كان كيخدم بجد وتفاني وكيبقى في الساعة الطوال، الخدام يخرج هو يبقى تم، ها هو يمشي يشوف المحاسبة، ها هو يمشي يشوف التوزيع، ها هو يمشي يشوف يعني الآلات تاع الخدمة، يشوف الخدامة، يشوف الخلاص، يعني مكلف ليه بكل شيء ومهنيه. الحاج كان عزيز ليه بزاف، طارق فيه يدو اللعب ديال بصح، يدخل اللي بغا، يخرج اللي بغا، يخلص هذاك باش ما بغا، المهم دار فيه الثقة اللي هي كبيرة بزاف. سهيل كما قلنا كان عاطي وقته وجهده كامل للخدمة، وبالتالي ما كانش كيبقى مع مراته بزاف في الدار. مراته بحال كتبقى غير بوحدها، تم الطوموبيل هي اللي كتسوقها، توصلوا الخدمة وتجيبوا وديه المشاوير، تم البيرمي ما بقاش حتى الوقت فين يديرو، وقته كامل كما قلنا وجهده كديه ليه غير الخدمة والحاج اللي سايق فيه بزاف. المهم هاد حنان مرات هاد سهيل هذا كانت كتبقى غير بوحدها، كانت كتخرج كتقدا تمشي هنا تمشي هنا تمشي هنا للسويقة الحانوت القيصرية، وكان قدام الدار ديالهم مباشرة مع الدار ديالهم جات في الشارع مباشرة. كان واحد خونا، هاد خونا هذا ولد في تمايا، عنده صوابع قضائية عديدة داخل خارج الحبس، ضرب جرح، تجارة في مخدرات، كيدير العربادة والسكر، كيدير اللي عجب الكحل. اشنو دار خونا هذا من بعد اخر خرج ليه من الحبس؟ دار واحد الكاريطة تاع الكارو، هو غير دايرها غير كشكل، اما هو راه كيبيع المخدرات، تاجر مخدرات. وجا حدا الدار، حدا الدار ديال سهيل مع مراتو، وقف اولا ريح كيجيو عندو، المهم هادوك النوعية ديالو يشريو الكارو يشريو المخدرات يديرو كذا، المهم بانو ليه البوليس يهرب. المهم عايش الحياة بحال ما هكا، يفيق تاع 12 النهار ويجي ولدو معاه يسبو او اللي يقدر يضربو كاع الحجر عليه. المهم واحد السيد مشت عليه، هاد حنان مرات سهيل هذا كان ديما خارجة داخلة في المرأة ديال هاد خونا هذا اللي غادي نسميو هشام. هاد هشام حاضية داخلة وفي خارجة، هي ما حملاتش الجو هذا صافي ما حملاتوش، نوضات مع الصداع. قالت لي سير خا بعد منا، سير لاش جاي حدا الدار وحاط لي الكارطة ديالك، سير والا غنعيط لك على البوليس. غوت على عيرها قال لها شوف هذا الشارع وما ملك حتى شي واحد وكذا، ودارك راه فينا هي، انا بعيد عليك، بعدين مني عطيني اتساع تمارة الراجل ما ديرش فيك يدي. المهم جا سهيل، جا سهيل قالت لي سهيل جدوى معاه تا هو، قال لي نفس الهضره، قال لي شوف السي فلان، قال لي هذه راه ارض ديال المخزن، انا بعيد عليك على محلك، راه فيني دارك. قال لي تحاد لي مرتي في الداخل والخارجه ما يمكنش، وكتحرش بها. قال لي ما كنتحرش بها ما والو، ما بيني وبيناش، المهم تناقرو او لا تناقشو. المهم هنا يا سهيل اشنو دار؟ هز مراتو ومشى عند البوليس. قال لي مودي واحد السيد حط الطابله تاع الكارو وما عرفتش شنو كيدير، وكيجمع عليه الناس اللي مشت ليه على الشاكلة ديالو، كتخرج مراتي كيتحرش بيها كيعكسها في الرايحه والجايه. المهم ماشي لك يا طبيب الحرم، ما عندوش دليل سهيل لا مراتو، ما كاينش شهود كي يوثقوا هاد القضيه ولا شي حاجه. جاو البوليس، جاو لقاو في النيت اشنو كدير حتى هنا ما هنا، حاط سيدي غير طابله الكارو كنبيع هاد الناس تعداو عليا. المهم البوليس جاو ليه، عارفين عنده صوابق وعارفين عنده كوارث كحله معاهم وكيعرفوه مزيان، قلبوا بطبيعة الحال ما لقاو عنده لا حشيش لا والو. يقول لي شوف حيدنا هاد البلاصه هادي، ولا جات شكا عاوتاني في حقك هاد السيد هذا غادي نديك فين طربا. المهم هز الطابله ديالو هذاك خونا هذا هشام هذا ومشى بعد واحد تقريبا واحد المسافه ديال 200 متر، وحط عاوتاني حط الطابله ديال الكارو ديالو تم مع هو تاجر تاع المخدرات وكيدرك الحشيش.
لان البوليس اللي جاو قلب الطابله ما لقاو لا شيش الاول، هو كيحطه بعيد عليه، حتى يجي شي زبون او كليان ولا شي حاجه كيمشي كيهز الحشيش من هذيك البلاصه كيعطيه وكيتخلص وكيمشي بحالاته. وفي المنظر العام كيبيع غير الكعر، وما عليناش خلينا من هذه الشمال دابا اللي بعد بزاف على الحي ديال هاد سهيل مع مراتو. هي هذيك سهيل مع مراتو كما قلنا كان كريب كيتعطل بالليل، يقدر يبيت في الخدمة، يقدر يسافر على حساب الخدمة في واحد المدينة اخرى يبقى نهار يومين، المهم مراتو ولفات لي على هاد الطريقة هادي. هو كما قلنا هاد سهيل مراتو ما كانت لا والدة لا والو، كتبقى غير بوحدها. هو يوصي نسيبو سميتو حسن، مزوج وساكن غير حدا تمايا، عنده واحد المحل للخياطة خياط. كيوصي كيقول شوف عافاك السي حسن، الا مهز مراتك ووليداتك وجيبات مع اختك هاد الليله، انا راه ما غاديش نبات في الدار. كان كيجي وغالبيه الاوقات اللي ما كانش كيبات فيهم في الدار السبت والحد، ديما تقريبا السبت والحد ما كيباش في الدار سهيل. المهم كيجي هذاك حسن كيهز مراتو كيجي عند سهيل، كيبات عند اختو تمايا كيونسو عليه، حتى كيجي هذاك السؤال كيشكرو وبقات الامور غاديه بحال ما هكا. حتى واحد النهار اشنو غادي يوقع؟ سهيل كيف القاعده غادي يمشي للخدمه، غادي يلقى هذاك متشارك اللي هو الحاج ومعاه واحد الولد، غادي يسلم اللي باغي يلتحق بالخدمه ديالو ويقول لي فين غادي اسي سهيل، اللي غادي الخدمه ديالي، قال لي لا، قال لي انت موقوف العمل صافي خذ حسابك والله يعاون. قال لي كيفاش الحاج؟ كيفاش كثر من 15 عام تاع الخدمه وتجري لي بالطريقه المهينه؟ شكون اللي غادي ياخذ بلاصتي؟ شكون؟ قال لي هاد السيد. هاد السيد شكون؟ ولد بنته، ولد بنت الحاج، ولد بنتي ولا غادي يقوم مقام ديالك، وانت حصلنا عليك السرقه، حصلنا عليك اختلاسات، وبليزير مني انا ما غنعلمش بك، انت شفار. قال لي انا ماشي شفار، ما تقولش لي بحال ما هكا. قال لي شوف عندي ما يوصف بانك شفار، شفرتيني، شفرتي في رزقي وعندي الشهود وعندي كل شيء، ولكن انا ضمان لهذيك العشره اللي كانت بيناتنا ما غاديش نعلم بك، خذ رزقك والله يعاون. قال لي 15 عام وجري لي بالطريقه المهينه وتوظف واحد باقي صغير، باقي يلاه عنده 23 عام ولا 24 عام ياخذ المكان ديالي اللي ما غاديش نجمه، المهم جرى عليه الحاج طردو شر طردو. ولكن هو داك سهيل ما تقبلش الامر، بقى كيعوت الحاج لا هادشي ماشي خدمه وهادشي ماشي قانون، انت ما عندكش حق تجري عليا وتعطيني التعويضات اللازمه، لا من لا غوت لي بصح. هنا شكون جا؟ جا ولد الحاج، ولد الحاج في عمرو هذيك المهم هذيك 45 46 عام، والاسم ديالو خالد، سميه خالد. هاد خالد هذا اشاف هذاك سهيل ويزيد في حالاته، مابقاش عاود الهضره. علاش مابقاش عاود الهضره؟ لانه هاد سهيل مع الحاج واقع ليهم نفس البلان اللي وقع لسهيل دابا. غنوضح الامور اكثر، لان هاد سهيل ملي جا خدم الحاج دخل عندو اول مره القاه يلا طرد واحد، تا هو كان واقع ليه، كان خدام عنده شحال من عام وطردو، وملي طردو تا هو بقى كيغوت على الحاج، بقى كيغوت عليه غوت عليه غوت عليه. جا هاد ولد الحاج اللي دابا عنده 45 46 عام سميتو خالد، قال لي ما كتغوت الوالد، ما الوالد قال لي غندعيكم نتوما شفارة، قتلو هاد ولد الحاج، قتل الاخر. ملي قتلو مشى دخل الحبس، دخل الحبس دار لي بوه بانه مختل عقليا ما عرفت شنو، ضرب 15 عام تاع الحبس وخرج. هادشي علاش سهيل ملي شاف هاد خونا قال مسخوط الوالدين قاتلني في حكيم مقتل الاول. هو اصلا سهيل دخل في بلاصه داك اللي جرى عليه المره الاولى الحاج، الحاج بحال ما كان كيخدم ما عليناش. سهيل مشى في حالاته، شاف هذاك خونا قال هذا غير صافي ليا، اللهم مشى للقانون سيدي ما ندار معاه ما والو. مشى في حالاته، جا طالع له الدم ديال بصح مقلق، جا عند مراته وقال لها قال صافي الحاج جرى عليا، قالت لي ما يمكنش يجري عليك، وانت اكثر من 15 عام تخدم عنده، وقفت لي شركه كذا 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 كتبات فيها، عطيت لي جهدك وروحك فيها. قال لي هادشي اللي عطا الله، المهم انا ما غنسكتش ليه. المهم مشى عند مفتش الشغل، دار شكايه في المحكمه، رفع دعوى قضائيه عليهم كيطالب بالتعويضات. المهم المساطر القضائيه راه خدامه في الاطار هذا. هنا ملي هو مداعي معاه تقريبا واحد شحال من سيمانة هو مداعي معاه، ولا ماشي هو هذاك هذاك سهيل ملي خرج من الخدمة مبقاش خدام، ولا كيتخاصم مع مراتو، يتخاصم مع نسيبو ولا لقاه في الدار، يتخاصم مع أي واحد كان قدامو غير هاد الشبراق ويدور هو في هاد القهوة هو في هاد القهوة، ولا ماشي نورمال بحال السيد بحال ولا كيهضر غير بوحدو، اللي شتي تقول هذا مسطي وماعرفتش شنو واقع ليه بحال تسطى.
المهم واحد نهار من نهارات كان مشى نهار السبت كيف القاعدة. السبت مشى خرج قال لمراتو حنان هاد السويلة هذا، قال لها شوفي انا ما غاديش نبات في الدار هاد الليلة هادي، غادي نبقى واحد اليومين، عيطي على خوك يجي ونسك لي حتى نجي. قالت لي صافي اوكي. المهم مشى هو في حالته هذاك سهيل، ما غيسولوش فين مشى طاب الحال، واخا ما خدامش هو راه كيمشي كيديباني هنا وهنا، حتى واحد ما عارف شنو كيدير. المهم عيطات هي على حسن، جا حسن قال لختو قال لها شوف انا بلا ما نجيب مراتي وولادي لا بلاش، هاد راجلك راه ولا مشيت ليه في الاوان الاخيره ما كاينلاش، نجي غير بوحدي نخلي غير مراتي في الدار. قلت لي صافي اللي بغيتي اخويا. المهم جا حسن بات هذيك الليله في الدار تاع اختو باش يونسها كيف القاعده. داز السبت داز الحد يومين نورمالمون، الحد في العشيه اولا كاع اثنين في الصباح سيدي كيجي هاد سهيل، ولكن للاسف الشديد ما جاش والو، حتى واحد ما عرفو فين مشى، وهو ما اتصل ما علمهم بهاد سبب الاختفاء اولا مسافر شي مدينه غيتعطل اكثر واكثر والو. المهم هذاك حسن طاب الحال سالت ديال اليومين مشى بحالاتو كمل الخدمه ديالو مشى للمحل الخياط ديالو ورجع عند ولادو. هي بقات هذيك حنان مرات سهيل بقات داك النهار كامل كتسنى فيه كتسنى واحد اللحظه صافي طلع عليها الدم ديال بصح ما يمكنش هاد الراجل هذا فين مشى. او هي تمشي عند خوها قالت له شوف اخويا راه راجلي راه ما جاش. قال لها كيفاش ما جاش؟ قال لها واقيلا راه غير غيب عند شي واحد صاحبو اولا كيقلب على خدمه، راكي عارفه هذا بطردو داك الحاج راه تالف. قالت لي لا راجلي واقع عليه شي حاجه، شوف خطفوه اولا قتلوه اولا هذاك مسخوط الوالدين نتاع ولد الحاج مول الشركه راه صفاه ليه ينتقم منه ولا شي حاجه. قال لا ما تقوليش هاد الهضره هادي، ودي راه السيد راه داعي في المحكمه ويمكنش يدير في حقه شي حاجه. المهم لبس عليه هذاك حسن الخياط سد المحل ومشى مع اختو. فين غادي يمشيو؟ مشاو للكوميسارية يعلموا الاختفاء تاع هذاك سهيل. المهم هذاك الضابط المسؤول في ديك الكوميسارية دار في حقه واحد المذكرة ديال البحث الوطني، يعني بحث لفائدة عائلة. المهم خدا المعلومات كاملة ديال هذاك سهيل، يعني شنو كان لابس من اللي خرج، شحال فيها عمرو، الصورة ديالو، نسخة من البطاقة الوطنية، جميع المعلومات عليه. هنا هي هذيك المرأة قالت لهذاك الضابط، قالت له ودي حنا راه كنشكو في الباترون ديالو ولدو راه كان سبق لي انه قتل واحد بسبب هاد المشكلة، يعني نفس المشكلة اللي وقع الراجلي معاهم، وما بغيش بزاف هذاك ولد مول الشركة يكون دار في حقه شي حاجة. هنا البوليس ملي سمعوا هاد الهضرة هادي مشاو عند مول الشركة، مشاو عندو سولوه قالوا ليه سهيل فينا هو؟ قال لهم سهيل كان خدام عندي وطردو. علاش طردتيه؟ اسيدي حصلت عليه اختلاسات مالية كيشفرني، وانا راعي العشرة اللي كانت بيناتنا ما علمش بيه شي اللي كاين، خلص الصوت عيطو حسابو ومشى في حالاتو، وراه دابا راه رافع ليا دعوة في المحكمة وانا مداعي معاه هادشي اللي كاين. على تا ما هدتيش؟ كيفاش نهدو؟ ما هدوش ولدك فلان، لا ما هدوش خالد اللي كان سبق لي قتل واحد بسبب هاد القضية هادي وراه كان دوز الحبس 15 عام. وقال لي خالد ولدي علاش غيقتلو؟ كاين السيبة لا، وانا زيدون راه بغا يدوي معاه انا نهيتو. قلت لي لا ما تدويش معاه، بيناتنا المخزن، بغا يدعيني يمشي يدعيني، الا طاتو المحكمة شي حاجة نعطيها ليه. لا ما بيننا وبينوش اسيدي، لا 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 ولدي ما بقاش يعاود نفس الخطأ. عيطو على خالد قال لي نفس الهضرة اللي قال الاب ديالو، حقيقة انا جيت لقيتو مناقش مع الوالد وكيخاصب عليا وكذا كذا، والوالد قال لي ودي راه تشفرتيني وانا مبغيش نديكلاري بيك. انا قلت ليه مع الشيطان السي سهيل سير بحالك صافي. قلت ليه بحال ما كومش حالاتو، مشى دعينا راه دعوة في المحكمة تقدروا ترجعوا ليها. البوليس مشاو شافوا الدعوة في المحكمة، القوانين التجارية السيد داعيهم يعني مشى علم بيهم مفتيش الشغل، جا مفتيش الشغل ودار الاجراءات ديالو مشاو للمحكمة القضية في المحكمة. راكم عارفين المحاكم ديالنا راه كطول في هاد المسائل القضايا الاجتماعية. ما عليناش هنايا سهيرة ما بانش غبر الاثر يقلبوا هنا 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 والو. هي هذيك المرأة مع خوها حسن كيشكو في هذاك ولد الباترون، كيقول والو هاد خونا هذا هو اللي يكون داير في راجلي شي حاجة، صفاو ليه انتقموا منه. ما عليناش هنايا البوليس كيقلبوا ديك المذكرة والبحث في العائلة باقي جاري باقي ساير مفعول، مرتو مشوش عليه، حسن سيبو تا مشوش عليه.
غدوز غير شي ايامات قليله بزاف، غير شي 3 ايام او لا 4 ايام، اشنو غادي يوقع؟ في واحد الحي ما بعيش بزاف على الحي في كان كيسكن سهيل، غير بيناتهم غير واحد المسافه معينه، غير شي 500 او شي حاجه تاع المتروات. واحد الحي اخر، هذا الحي هذا ما فيش ديور بزاف، شي لاصق على شي، واحد الديور هنايا، ديور لهي، ديور هنا، غير بحال ما هكا، وحي جديد ماشي حي قديم. هنايا الناس غادي يشمو واحد الريحه، واحد الريحه كريهه من بعثة من واحد الدار، الدار هذه ما قدروش يحدوها فينا هي. المهم واحد مول الحانوت كان اون فاس مع واحد الدار كيشوف فيها ديريكتومون، بيناتهم غير واحد الشانطي على زنقة عفوا. هنايا مول الحانوت قال لي مودي راه واقيلا الريحه خارجه من هاد الدار اللي اون فاس معايا، هاد الدار هادي راه غير خاويه خارجه من الريحه. هبط هو يمشي وي هو يحط الانف ديالو قدام داك الباب وهو يقول لي من هنا الريحه كاينه، جاو الناس عرفوا بان الريحه خارجه من هنا، ولكن واحد الريحه لا تطاق خايبه بزاف. المهم تشاور الناس مع بعضياتهم، مشاو على المقدم، قدم جا شم بنفسه هذيك الريحه الكريهه. المهم علم البوليس، المقدم مول علم البوليس، جاو البوليس على عجل اللي سمعوا الريحه خارجه من واحد الدار، جاو الناس الدائره شموا بالدور ديالهم هذه الريحه هذه. هنا البوليس سولوا على شكون اللي ساكن هنا، الناس على الحي، وهذاك البقال نيت اللي انفاس مع الدار هذه قال لي مودي انا كنشوف واحد السيد، واحد الشاب شويه راه كيجي ليها، ولكن انا ما عارفش الدار ديال من، يعني هذا الحي هذا كما قلنا باقي جديد. هنا البوليس سول المقدم قالوا لي السي المقدم ديال من الدار هذه، قال لهم الدار هذه راه ديال واحد السيد كيقول لي عبد الله، راه كيخدم في هادشي ديال البني نيت، راه كيبني الدور ويبيعهم، وهاد الدار هادي راني عارفها ديال سي عبد الله، انا كنعرفو سي عبد الله فين لقاوه، سي عبد الله كيسكن في البلاصه فلان فلانيه. مشاو ليه البوليس لانه هاد سي عبد الله كان راجل لاباس اللي عنده بزاف هاد الديور كما قلنا، راه مقاول منعش عقاري. مشى ليه المقدم يعني وراهم ورى البوليس فين كيسكن هاد سي عبد الله، جابوه من دارو قالوا لي هادي دارك، قال لهم يا سيدي هادي داري، قول لنا تقدر تفتح ندخلو ليها. المهم جبد دوبلي الساروت دخل الدار هذه، كانوا مجازات لتحت كراجات، والفوق طابق اول وطابق ثاني وطابق ثالث على السطح. المهم دخل طلعوا مع البوليس، كيدخلوا للطابق الاول، وكل طابق بباب ديالو بوحدو معزول على الطابق الثاني. المهم الطابق الاول كيدخلوا ليه، والدار كما قلنا باقا جديده وما فيها لا فراش لا والو، غير الله واحد الناموسيه بيت الناس، واحد فوتيش كراسه قلالين، واحد طويبله صالون فقط. ولكن اشنو كيلقاو؟ كيلقاو واحد المنظر اللي هو بشع بزاف، واحد الجثة تاع واحد الرجل متحللة، يعني في واحد المراحل المتقدمة ديال التحلل، نفخات وبقات كتعطي الريحة. هاد الجثة ديال من؟ ديال هداك سهيل، سهيل اللي كيقلبو عليه مراتو ونسيبو، والبوليس مشاو سولو مول الشركة اللي خدام فيها. سهيل مقتول واحد الضرب اللي هو مبرح، مضروب على راسو عدة ضربات، الراس ديالو الله يستر واكل العصا ديال بصح، والدم كحال ويباس تما باينة شحال من نهار هو مقتول هنايا. صافي هنايا البوليس علمو النيابة العامة، النيابة العامة عطاتهم اوكي باش يبداو في التحقيقات. جات الشرطة القضائية، جات التشخيص القضائي لأنه الساعة هادي مكانش مسرح الجريمة، لأنه الإشارة فقط هاد الجريمة دي وقعت في 1999 وفي شهر 6 بالضبط. المهم هنايا السي عبد الله صافي وحل فيها، قال انا اش داني نعطي للسيد السكنه وما السكنه. المهم عقلوه البوليس لان هذه الدار ديالو، والسيد واش تكاري لي؟ قال لهم لا انا ما كاري لي ما والو. هنايا فرقه التشخيص القضائي بداو في المعاينات كما قلنا، بداو المعاينات ديالهم، قلبوا هنا قلبوا هنا قلبوا هنا، كيلقاو داك بيت الناس مرون كما قلنا، فيه غير واحد ماريو صغير وفي واحد الناموسيه، ولكن مرون الدنيا تم. هو فين طايح يعني الجثه فين كاينه ديال سهيل؟ ما حدا حتى شي حاجه، لا عاطر لا دليل لا حتى شي حاجه، البصمات اللي كدير فوق ما لقاو حتى شي حاجه، واش بالعامل الزمن ما بقاش داك الشيء الله اعلم. المهم ما لقاو ما يهزو من تمايا، كيطلعوا الطابق الثاني كيلقاو مسدود، الطابق الثالث مسدود، السطح الباب ديالو مسدود، الباب حنا حليناه يعني حلو مول الدار، والباب ديال الطابق الاول فين كاينه الجثه حتى هو حلوه بيديهم، يعني البوليس مع داك مول الدار. ممكنش هاد السيد هذا كيعرف هاد خونا اللي قتلو، يعني عنصر الثقه حاضر، كان عنده صهران معاه ولا مريح معاه
او اللي بيغتو او اللي دخلوا الله اعلم. المهم كيعرفوا ما كاين لا كسر لا حتى شي حاجه. المهم هزو السيد وداو المستودع البلدي للاموات. هنا كما قلنا راه تعرف سهيل لانه كان حامل البطاقه الوطنيه ديالو. هنايا عيطوا على العائله ديالو مراتو نصيبو على اساس انهم اللي بلغوا الاختفاء ديالو. جاو تعرفوا عليه في المستودع البلدي للاموات. هو هاد السؤال اللي حنا كنبحثوا ليه. هنايا زادت تشبتات بالراي ديال هذيك المراه يعني مرات سهيل الله يرحمه هاد حنان. قالت لي ما ودي هاد السيد اللي قتلو راه هو ولد الحاج. انا شاكه فيه وكنوجه ليه اتهام مباشره. راه هو كيف ما قتل الاول ملي طردو باه صفاه لي ملي طالب بحقه. قتل راجلي ملي طردو طالب بحقه صفاه ليه. ما يمكنش هاد السيد خاصو ينال الجزاء ديالو. قال له شوف لاله حنا غادي نوصلو ليه واللي كان هو اللي قتلو غادي ينال الجزاء ديالو ما عليناش. الطبيب الشرعي غادي نتسناو يخرج تقرير ديالو. هي هادي كما قلنا داك السي عبد الله مولدار دابا راه واحل فيها. السيد ملي سولو البوليس شنو العلاقه اللي كترابطك بهاد خونا يعني هاد سوي الله يرحمه واش تكاري ليه بموجب شي عقد وريه لينا شنو كيجيك خوك عطيه الدار شنو. قال لي ما كيجيني حتى شي حاجه وما كاريش لي واشنو كيدير عندك في الدار. قال لي ما سيدي انا نقول لكم انا كنت مداعي مع داك الحاج مو الشركه اللي كان خدام عنده سهيل. كنت مداعي معاه على ود واحد البقعه ارضيه كبيره كما قلنا السيد تا هو لاباس ليه. هو كان شاد عليا شي وراق ودوك الوراق ماشي هما هادوك ناقدين وكذا كذا. وهاد سهيل هذا الله يرحمه اللي لقيتو مقتول عندي في الدار راه شهد ليا وعاوني اللي حتى ثبت بانه هذاك خونا كان شاد عليا شي وراق ماشي تا ليه ومتناقضين. وفي الاخير ربحت الدعوه قدامه وديت هذيك البقعه الارضيه. انا باش نجازيه يعني دورت معاه وكذا وعطيتو الدار. ماشي عطاها لي كتب لي سميتو ولكن انما قال لي ملي طردني الحاج راه ما عنديش فين نمشي خليني نجي هنايا نريح فيها لحسن نشوف اشنو ندير في حياتي. كي صافي خوذها ريح فيها تو كان تبغي الا بغيتي كاع نعطيها لك ماشي مشكل تعاونتني في مشكل كبير. هادشي اللي كاين فقط. هنايا البوليس ملي سمعوا الهضره هذه عرفوا بان الحاج ولدو قادر يكونوا قتلوه. علاش؟ لانه السيد شهد ضدهم في المحكمه وتسبب في ضياع واحد البقعه ارضيه كبيره كتساوي المليارات. ما عليناش مشاو عندو البوليس يعني الحاج مع ولدو. قالوا لهم نتوما غتكونوا قتلتو هذاك سهيل. علاش كتقولوا لنا الهضره هذه هذا الحاج علاش نقتلوه؟ السيد طردنا لانه مختلس لانه شفار لانه نصاب. السيد كان مخدم العائله ديالو كاع مخدامين كاع وكيتخلصهم في الشركه واش هذا كامل كان ميك لي. ولكن قهرني في الاخير طردتو. حتى ما طردتيش على ود البقعه الارضيه اللي شد ضدك في المحكمه على ودها ومشات لسي عبد الله. هنا الحاج بيقول لهم بصح نيت هاد الهضره هادي انا مبغيتش نجبدها ولكن ملي جبدتو هانتومايا فعلا نيت انا طردتو على ود هذيك الشهاده. السيد خدام عندي كثر من 15 عام طالق ليه اللعب كامل في يدو يدخل اللي بغى يخرج اللي بغى لدرجه انه مخدم مرتو ونسيبو كموظفين اشباح عندي في الشركه وانا ضارب طم ساكت لانه كيخدم وكيتفانى بالخدمه ديالو. ولكن باش توصل بيه الوقح انه يمشي يشد ضدي في المحكمه ويبين بانني انا ما انصاب يعني نصبت على هذيك الارض وبغيت نديها بطريقه غير قانونيه ويتسبب في ضياع المليارات من يدي لا هادشي ما نقبلوش. طردتو ولكن انا واش نقول لها بدي رشحت ضدي في المحكمه درت لي السبه ديال الاختلاسات وكذا كذا وموظف شي ناس ما خدامينش اصلا هما في الشركه بحال مراتو بحال نسيبو. هادشي اللي كاين ولكن هادشي هذا كامل راني ما قتلتوش لا انا لا ولدي باري. واخا عنده جريمه اخرى قبل منها راه باري اسيدي ما بيننا وبينوش. هادشي اللي كاين. هنايا البوليس ما عندهمش دليل قوي ضد هاد الحاج ولدو كما ما عندهمش دليل قوي ضد داك السي عبد الله. السي عبد الله حتى هو راه مشابه فيه ولكن علاش قتلوا هذاك السي عبد الله؟ علاش اش من دافع عنده ضده؟ السيد عاونو شد معاه في المحكمه يعني هو بيني وبينكم راه خارج اطار الشوات. الحاج ما بيش بزاف يكون حرش عليه ولدو باش يصفي عليه ولكن هادشي هذا كامل خاصة نتسناو التقرير تاع الطبيب الشرعي اللي حتى يخرج. وفي انتظار التقرير ديال الطبيب الشرعي اللي حتى يخرج البوليس مشاو دارو واحد البحث محيطي حدا الدار فين تلقات الجثة ديال هاد سهيل. هذا كيقلبو كيسولو واش كتشوفو شي واحد كيدخل هاد الدار هادي كذا. كلشي كيقول بأن سهيل فقط
دابا هما دوك السكان ما عارفينش بان ديك الدار الراهيه ديال سعد الله، كيعرفوا غير داك السهيل اللي كيدخل ويخرج بوحدو، راه غير المقدم هو اللي قال لي ما دير ديال سعد الله لانه كيعرف الناس مولين الديور تمايا كلشي، يعني البقعة الناس تما الجيران وكلشي كيقولوا كنشوف واحد الشخص اللي هو سهيل كيدخل ويخرج فقط، شي حاجة أخرى راه ما كنشوفوهاش وما عارفينهاش. بقاو حتى وصلوا هذاك البقال نيت، ذاك البقال اللي اون فاس مع الدار فين تلقات الجثة ديال سهيل. اشنو قال البوليس؟ قال لي مودي انا نهار الحد عاق عليا، نهار الحد نهار الحد كان عندي واحد السيد كيخوي لي السلعة، كيحط لي السلعة وانا من هامك معاه كنحط في السلعة، عنده واحد الكاميونيت كنخويو السلعة وكنحسبو مع بعضياتنا، كيلفت الانتباه ديالي واحد المرأة، واحد المرأة خارجة من هاد الدار هادي فين تقتل هاد سهيل، خارجة لابسة واحد الجلابة حمراء، لابسة واحد الجلابة حمراء ودايرة واحد الفولار أبيض، وبحالنا هداك الفولار جابداه على وجهها بزاف باش ميبانش الوجه ديالها، خارجة وهي كتقفقف وكترعد، وخرجات وخفات المشكي ديالها بالخف. أنا منتابش ليها، ولكن دابا لي سولتوني راني عقلت عليها، شكون هي مولات الجلابة الحمراء؟ انايا واش كتعرفها قبل؟ واش عمرك شفتيها تقدات من عندك بنت هاد الحي هذا؟ لا سيدي لا، انا ما عمرني شفتها وما عمرها تقدات من عندي هنايا، المهم شفتها غير هذاك النهار خارجة نهار الحد مع جوي هذيك 10 10 ونص بحال ما هكاك، وهما كيقلبوا على هاد المرا هادي مول الجلابة الحمراء اللي خرجات نهار الحد من عند مات سهيل، كيقلبوا كيلقاو واحد المرا، واحد المرأة تاهي حداهم تما نيت حدا البقال، واحد المرأة سولوها صدفة البوليس، قالت لي ما سيدي أنا ما كنعرفهاش ولكن كنشوفها، يعني ما كنعرفش الاسم ديالها ولكن كنشوفها مرة مرة كتدخل على ذاك الراجل اللي تلقى مقتول في الدار، في الدار تاع السي عبد الله المقاول، كنشوفها مرة مرة فعلا شحال مرة شفتها لابسة هاد الجلابة اللي قلتو لي، ولكن أنا ما كنعرف الاسم ديالها لا تي شي حاجة، وما تقدريش تعرفي لينا كيفاش نوصلوا ليها. قالت لي بلاتي انا بعدا واحد النهار كنت في السويقه انا وبنتي وتلاقينا معها غير صدفه، وسلمات عليها بنتي وقالت لها كي دايره اسماء لاباس عليك بخير هانيه، المهم حضرات معها، انا ملي فتناها قلت لي هاد المراه هادي راه كنشوفها عندنا في الدرب، راه كتدخل عند واحد السيد ما عرفتش كتجي واش اختو خطيبته الله اعلم، قالت لي هادي راه اسماء وراه خدامه معايا في الشركه. اش من شركه؟ الشركة ديال الحاج ولدو اللي طردو سهيل، هي نفس الشركة اللي كان خدام فيها سهيل. مزيان قالو لها البوليس دابا غتورينا بنتك، جابت ليهم بنتها فعلا نيت خدامة في هاديك الشركة، سولوها فكرتها الأم ديالها بأنهم كيقلبو على هاديك البنت اللي لقيناها في السويق هاديك النهار، كيف دايرة كيف عاملة؟ قالت لهم هاديك البنت أسماء، فعلا نيت هاديك اللي خدامة معانا في الشركة، خدامة معانا في الشركة، شركة شنو شركة؟ الشركة هي نفسها نيت اللي كان خدام فيها السوايع الله يرحمه اللي تقتل فيها الدار اللي حدانا اللي تلقى مقتول. مزيان وشنو كتعرفي عليها؟ قالت لي مش نقول لكم، انا اللي كنعرف عليها انها كانت موعدة مع داك سهيل، كانت عندها معاه بزاف وكان موعدة بالزواج، وربما هو كان في خلافات مع مراته وهي كان موعدة بالزواج، هادشي اللي كنعرفو هي، هادشي على حساب ما قالت لي واحد النهار، قالت لي ودي راه سهيل انا راه باغي يتزوج بيا وانا راه كنعرفو قبل من هذيك البنت وجدات وليا وكذا، ودابا راه حيت العلاقه ديالي معاه، المهم غير هادشي هذا غير بحال الهضره هذه، انا ما عارفاش بالضبط داكشي بيناتهم ولكن هادشي راه كاين. المهم هزو البوليس راسهم ومشاو للشركه، كيسولو كيسولو حتى لقاوها، لقاو العنوان ديالها ولقاو جميع التفاصيل عليها، قال لهم الحاج بان هاد الاسماء هادي راه خدامه معانا بحال سهيل، وخدامه قديمه معانا حتى هي، وراه انسان دابا مزوجه وساكنه في بلاصه في فلانيه، خداو العنوان ديالها يعني ديالها دارها هي وراجلها، ما والداش هي هاد الاسماء هادي، مشاو عندها اشنو كيلقاو؟ كيلقاو اصلا هي مرونه مع راجلها، وراجلها اولا هي عفوا حاطه الملف تاع الطلاق ديالها في المحكمه، راجلها ما كاينش طابع الحال، راجلها راه مشى في حالاته لان الدار ديالها هي ديال الاسماء، والدار غير خاوي فاتي شي واحد، وهاد الهضره هادي شكون قالها ليهم؟ قالها ليهم راجلها اللي لقاو تما، كيسكن غير تما في نفس الحي فين كاينه دارها نيت،
قال لي مودي انا عندي معايا مشاكل ودابا راه رافع عليا واحد الدعوى ديال الطلاق وغادي نطلق منها، والدار هادي فين كنا ساكنين راه ديالي ماشي ديالي انا. هو اصلا هاد الراجل هذا ما كانش شي واحد اللي عنده شي خدمه قاره او لا كيجيب مصروف ديالو شي حاجه، بحال هي اللي كانت كتصرف عليه ومسكناه وعطيه كلشي من عندها. ما علينا شنو قالوا لي شوف تورينا الدار ديالهم، يعني الدار ديال والديها فين كاينين، وراهم الدار ديال والديها. مشاو عند الدار ديال والديها لقاو امها لقاو باها لقاو خوتها كذا، كاينه اسماء لا سيدي لا ما كايناش. فين مشات؟ مشات خالتها. فين كاينه خالتها؟ في القنيطره. ايوا دابا البوليس خاصهم يمشيو يطيروا القنيطره. مشاو خداو العنوان ديال خالتي هادي ومشاو طاروا القنيطره. مشاو وصلوا عند خالتها لحسن الحظ ديال البوليس كيلقاو هاد اسماء هادي. صافي كيف شافوا اسماء هي نفسها، والمصادفه الغريبه انها باقه لابسه هذيك جلابه حمراء وفولار ابيض. خرجت عندهم سلام سلام يلا معنا الكوميساريه وغادي نحقوا معاك في شي مسائل. المهم مشات معاهم، جات معاهم جابوها عاوتاني قالوا لها شني علاقتك بسهيل؟ وقلت لي ماش نقول لكم الشيف، انا كنت خدام في هذيك الشركه ديال الحاج انا وياه في صراحه. دخلنا تقريبا انا دخلت لقيته كاين في صراحه. المهم دخلت لقيته كاين، ضربت معاه واحد المده، هذيك الساعه كان باقي بلا زواج هويا. المهم تعرفنا على بعضياتنا، المهم عجبني وعجبتو، توعدنا على الزواج اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. واحد النهار حتى كنتفاجئ بانه سمح فيا ومشى تزوج بهذيك حنان مراتو الحاليه. صافي قطعت معاه انا هذيك الساعه، حتى انا تزوجت وبنيت حياتي، ولكن للاسف الشديد درت الدار ودرت كلشي ودرت الفلوس وتا هو دار الدار وكلشي. المهم انا وقعوا لي مشاكل مع راجلي لانه ما كانش كيخدم وما كانش معول حتى شي حاجه من غيري انا، انا دايرني كاستثمار ديالو، هو حتى هو وقعوا لي مشاكل مع مراته ولينا كنطلاقاو حين هذيك العلاقه عاوتاني. ولا هو كيقول لي ودي غادي نطلق مراتي وغادي نسترجع الاملاك ديالي وغادي نزوج بك. حتى انا قلت لي داكشي اللي كاين، غادي نطلق من راجلي وغادي نزوجو وكنجي عندو. فين كتجي عندو؟ كتجي عندو لهذيك الدار اللي عطيه السي عبد الله. سعد الله كان عاطيه الدار شحال هادي، كيجي ليها تمايا وكتجي عندو هي تمايا. هادشي اللي كاين. نهار الحد جيتي عندو، ها دوي نهار الحد راه تقتلو انت اللي قتلتيه. قلت لهم لا ما قتلتوش، انت عندك دافع قوي انك تقتليه السيد سامح فيك ومشى تزوج. قلت لهم لا بالعكس انا ما عنديش دافع قوي، انا بالعكس انا كنتسنى فيه يطلق مراتو ويسترجع الاملاك ديالو ويتزوج بيا. قلت انا حاطه الملف ديالي الطلاق ديالي مع راجلي في المحكمه تقدر تطالع عليه، ما عندي حتى شي دافع قوي. وشنو كنتي كدير عندو هذاك النهار؟ هذاك النهار سيدي انا جيت عندو كيف القاعده، جيت باش ندوي معاه ونريح معاه. جيت دخلت عندي الساروت هو عطيني الساروت، طلعت لقيتو مقتول. هربت في حالتي، تخلعت من هاد المشاكل اللي غتوقع ليا ومشيت تطحت فيها. مشيت هذيك الساعه مشيت عند الوالده قلت لها انا غادي نطلع القنيطره غادي غادي نريح عند خالتي شي يامات وغادي نجي، وما قلت لها والو. هادشي اللي كان بكل بساطه. انا البوليس شكوا فيها قالوا هذه غتكون صفاتها لهذاك سهيل، شوف علاش الله اعلم. المهم البوليس بغاو يستفسروا منها على واحد القضيه، قالوا لها انت ملي كنتي كدوي معنا كتقولي بانه خاصو يسترجع الاملاك ديالو، اش من املاك كتهضري عليها؟ قالت لي ما سيدي هذيك الدار والطوموبيل والحانوت ديال الخياطه اللي خدام فيه نسيبو حسين راه ديالو ماشي ديالهم. كيفاش ديالو اسيدي؟ هو ملي كان كيشري هذيك الدار شراها المره الاولى كتبها في الاسم ديال 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 مراتو، وديك الطوموبيل اللي عند مراتو اللي عند حنان كما قلنا في الاول كانت كتوصلو هي للخدمه وتجي حنان ديالو حتى هي وكاتبها في الاسم ديال مراتو، والحانوت ديال الخياطه ديال نسيبو داك المحل التجاري ديالو ماشي ديال نسيبو. بغى ياخذ دارو وياخذ طوموبيلتو وياخذ المحل لانه صافي طرد من الخدمه، ما شنو يدير؟ خاصو يرجع الاملاك ديالو عاد غادي نزوج انا وياه. حتى انا حاطه الملف ديالي للطلاق عند المحكمه على القاضي غادي يشوف فيه. هو كان في خلاف مع مراتو. هاد الهضره هادي غريبه نوعا ما، ما قالتهاش الزوجه ديال سهيل الله يرحمه، ما قالتش لهم بانني على خلاف معاه وانه باغي يطلق مني. مزيان غادي يبحثوا في هاد القضيه. وهنا بقات هاد حنان راه الاعتقال اللي حتى يخرج الطبيب الشرعي بالتقرير ديالو. التقرير ديال الطبيب الشرعي اشنو قال لهم؟ قال لي مودي هاد السيد هذا تقتل نهار السبت قبل 12 ما بين 11 ونص 11 ونص، هذا هو الزمن التقريبي تاع الوفاه ديالو. والتقرير هذا ضرب الخدمه ديال البوليس في الزيرو. كيفاش دابا هما كانوا شاكين في هاد الاسماء هادي؟ اتكون هي اللي قتلاتو
حيت جات وخرجات شاف البقال، ولكن هي قالت لهم انا نهار الحد جيت، والبقال قال لي ما ودي راه نهار الحد جات، والتقرير اللي طلع الشرعي يقول بانه نهار السبت قتل، وبالتالي فهي راه ماشي هي. هنا رجعوا عند البقال قال لي شوف واش انت متاكد بان هاد الاسماء هادي هاد السيده هادي اللي كتقول انت جات شفتيها جات نهار الحد ولا السبت؟ ثبت معنا. قال لي لا الحد انا متاكد مزيان الحد، لانه هذاك السيد اللي كيحط لي هذيك السلعه ديالي كيجي نهار الحد، كيجي هذاك التوقيت ديما ما كيتزقلش حتى شي نهار اخر، كيجي نهار الحد وانا عاق عليها مزيان. الله يودي انا ننسى اي حاجه الا هذيك. مزيان دابا تاكدوا البوليس بانه راه نهار الحد فعلا نيت صافي. هنا ولات خارج اطار الشبهات هاد المراه هادي، الهضره ديالها صحيحه بانها جات لقاتها مقتول ومشات حربات. هنا شكون غادي يكون قتلو؟ هذاك السي عبد الله. المهم حنا غادي نشوفو. قالوا لي البرنامج ديالك ديال هذاك نهار السبت فين كنتي؟ السي عبد الله مول الدار، لانه يعني واخا ما عندوش دافع تاع الجريمه راه هو بارك في دارو، خاصنا نعرفو فين كان. هنا السي عبد الله جبد لهم واحد الحجه ديال الغياب اللي قوي بزاف. قال لهم هذيك الليله انا ولا ذاك النهار بالضبط ما جيت حتى نهار الحد عاد جيت. هذاك النهار فين كان؟ كان مسافر لواحد المدينه غير قريبه لهاد المدينه هادي، وريح في اوتيل، ريح في فندق هو ومراتو ووليداتو. جاب ليهم بالدليل العلمي بانه راه كان مريح مريزيرفيني تمايا ومريح، وبالتالي فا ماشي هو، مشى للحاج ولدو اللي كيما قلنا تا هما المشتبه فيهم رئيسيين، على حساب انه هاد سهيل الله يرحمه كان مداين عام اولا طردوه من الخدمه وكان شاهد ضدهم في المحكمه. المهم مشاو وحدهم قالوا لي مودي تا انا ولدي على الحاج كيهضر، انا ولدي ومراتي كنا خارجين لواحد الريستورون، وما خرجنا منها هذاك النهار السبت اللي حتى 11 ونص ما شحال وما 12 لا روض ما شنو. مشاو تاكدوا بنفوسهم البوليس لقاوهم فعلا نيت كانوا في هذيك الريستورون. يا واش هذا كامل مضبوط هاد الحاج وولدو كلشي خارج اطار الشبهات؟ وشكون اللي قتل هاد السويل هذا؟ شكون اللي عنده معاه خلاف؟ شكون اللي عنده معاه نزاع اللي غادي يكون صفها لي بهاد الطريقة البشعة؟ رجعوا البوليس غادي يكملوا التحقيقات ديالهم مع من؟ مع المرأة ديال سهيل هي حنان ونسيبو حسن. غادي يسولوهم على هادوك الأملاك. قالوا لمرأة سهيل قالوا لها الدار هادي ديال من؟ قالت لهم ديال كي شريتيها؟ انت شريتيها؟ وقالت لهم اش نقول لكم؟ الواليد الله يرحمه خلى شي وليات، وانا كنت كنخدم قبل ما نتزوج ببيت سهيل الله يرحمه وكذا، دبرت من هنا ومن هنا ومن هنا وشريت هاد الدويره هادي، شريتها وشحال هادي راه مشريتهاش دابا انا قديمه. مزيان مشاو شافو حسن النسيب ديال سهيل اللي هو الاخ ديال حنان. قالوا لي هاد المحل ديال الخياطه ديالك؟ قال لي معايا سيدي ديالي. كيفاش شريتيه؟ وكيف كيشريوه الناس؟ جمعت وخدمت وردمت شحال من عام وانا كنخدم، تما كانت عاوني نجمع واحد البركة ديال الفلوس وشريتو، ما عاونت حتى شي واحد. لا سيدي لا ما عاونت حتى شي واحد، جمعتو راسي ضربت التمارة وجمعتو وشريتو. مزيان. هنا اشنو غادي يدير البوليس؟ عرفو من خلال العقود تاع عد الاملاك هادي تاع الدار مع الحانوت شكون السيد اللي باع الحانوت وشكون السيد اللي باع الدار. مشاو عيطو عليهم البوليس، عيطوا على داك السيد اللي باع هاد المحل ديال الخياطه اللي هو دابا فيه داك حسن. قالوا لي شوف قول لينا هاد المحل ديالك لمن بعتيه؟ قال لي وانا عاقل مزيان بعتو لواحد السيد كيقول ليه سهيل، ولكن سهيل دوزو في الاسم ديال هاد حسن هذا. مزيان. مول الدار كذلك ومثال. قال لي وانا عاقل مزيان هاد الدار ديالي هادي السابقه بعتها لواحد السيد سميتو سهيل ودوزها هو قدامي، دوزها قال لي لا ندوزها غير نكتبها غير في الاسم ديال مراتي، ولكن انا تفاهمت على الثمن وخلصني هو سهيل. مزيان. دابا بان الكذوب وطبيعة الحال نفس القضية بالنسبة للطوموبيل. هنا بان الكذوب ديال هادوك الناس، يعني الناس نكرو شكوى غير قالوا الحقيقة، قالوا بدي راه هو كاتب لينا هاد الشهادة في الاسم ديالنا، مازال ما يتوقوش البوليس، ولكن مادام هما نكرو يعني كاين إن في القضية. هنا يحقو معاهم. قال لي مالي نتوما بعدا فيك تا نهار السبت انتي ونتا، يعني حنان مرات سهيل مع حسن سيلو. قالوا نفس الهضره اللي قلنا في الاول بان هذاك سهيل ملي كان كيغيب السبت والحد، ملي كان كيغيب السبت والحد كان كيعيط على هذاك حسن سيلو يقول لي شوف ونس مراتي في الدار راه باركه غير بوحدها وما كاينش اللي ونسها والوقت صعيبه بزاف، كان كيجي هذا. وديك الليله قال لي حسن انا جيت هذا
هبت في الدار تعشيت معها وبقينا مجمعين شويه وناسنا هادشي اللي كاين. وباش غادي نعرفوا هاد الهضره هادي مشاو عند مرات حسن قالت لي نفس الهضره اللي قالوا اودي راه هذاك سهيل الله يرحمه راجل لوستي راه كان كيعيط ليه كيعيط ليه يقول لي ونس اختك. وكنا كنمشيو انا وياه وليداتنا كنمشيو ولكن انا كنسبت انا مشيت معاه قال لي صافي هذاك السهيرة ولا مشيت لي حاجه طردوا الحاجه من الخدمه وكذا ولا عصابي خليني نمشي غير انا ونس اختي. بقيت في الدار بقيت في الدار هو مشى عند اخته بات هذيك الليله في دار اخته. هادشي اللي كاين. ايوا هاد حسن مع حنان تا هما ابرياء على حساب هذا كانوا في الدار. ايوا شكون اللي قتل هاد السي سهيل؟ ولكن الروح عزيزة عن الله مولاه يبان يبان. شوف كيفاش بانت الحقيقة. هني البوليس غادي يبقاو يحقو مزيان ويبحثو ويسولو كذا شكون اللي عندو معاه عداوة شكون اللي مديك العربية شي نهار كذا اللي حتى غادي يرجعو لهداك مول الديطاي اللي كان شكا بيه هداك سهيل ومراتو. مشاو عند الكوميسارية وتشكو بيه وجاو البوليس وطردو وحولوه قالو سير حيد من هاد القنت هذا سير عطي اتساع السيد وإلا المرة غادي نربيوك. وصلوا لهذيك الشكايه وصلوا لها قالوا ما بعيش بزاف هاد خونا هذا على اعتبار انه حباس داخل خارج الحبس عنده صوابق عنده تجاره مخدرات ما يديرش اللي تصلح غادي يكون صفى عليه حقد عليه انتقم منه قال سبب ليا في انه تقطع لي الرزق ديالي غادي نصفي عليه ما بعيش بزاف. مشاو جابوه كان ساهل بالنسبه للبوليس انهم يجيبوه ولكن فين لقاوه؟ كما قلنا هو ملي بدل البلاصه ديال الكاريطه ديالو ديك الطابل ديال الكارو وكان كيستعمل يعني تبيع الحشيش في مشى. شوفوا المصادفه الغريبه دابا راه حدا هذاك الحي فين تقتل سهيل حداه بعد على الحي فين كان ساكن سهيل ومراته. فاش طردوا البوليس مشى له هذيك البلاصه وبعد وريح تما قال لي ما نبعد عليكم كاع نريح هنايا. مشى تم جابوا هزوا البوليس من الطابل ديالو جابوا الكوميسارية قالوا يقول لنا شنو علاقتك بهذاك سهيل. قال لي شكون سهيل؟ فكروا مزيان. قال لي ما هذاك السيد وهذاك السيد قال لي انا ما بيني وبينه حتى شي حاجه مشات شكا بيا هذاك النهار هو مراته وغير ظلموني انا مريح كنبيع شي راسي انا قحرني الحبس سيدي داير الكارو ديال اللي كنبيعو جا عندي قال لي كتحرج لي مراتي كذا كذا تناقشنا ويا مشى ديك العربيه جاو عندي البوليس جراو عليا جيت لهاد البلاصه اللي شديتوني منها. هادشي اللي كاين. قالوا لي ما بعيش بزاف تكون انت اللي قتلتيه صفيتي عليه تبعتيه وخاصة أننا لقيناك مريح حدا الحي فين تقتل هو يعني انت كتشوفو ملي كان كيجي كيدخل غير راسو كذا سمرتي عليه دخلتي صفيتي عليه وخرجتي انتقمتي ليك. قولي لنا الصراحة. قال لهم لا هاد الهضرة هادي ما كايناش. هنا هو يقول لهم واحد المعلومة اشنو قال لهم في إطار التحقيق معاه. قال لهم لا أنا نهار السبت هذاك السبت اللي تقتل فيه هو هذاك خونا نيت هذاك السبت قال لهم انا هو كيتعطل بالليل هو خونا بالكاريطه ديالو ديال الكارو كيتعطل لانه كيبقى يبيع الكارو ويبيع الحشيش ويبيع لا يجيب الكحل. الحشيش كما قلنا ما كانش كيديرو في الطابله لان البوليس كيوقفوا عليه في اي لحظه يقدروا يلقاو الحشيش كيبعدوا عليه في واحد الطرف ليه كما كيديروا اغلبيه البزنات كيدير شي قرعه ولا شي ميكا ولا شي حاجه كيحطها ليه بعيد عليه كيشوفها بعينه. البوليس كيجيو كيقلو ما كيلقاو حتى شي حاجه ولكن الا جا شي كليان كيمشي لهاديك القرعه كيهز من واحد الطريف يعطيه يتخلص وكيرجع لبلاصته بحال ما هكا. ما عليناش هنا شنو قال لهم؟ قال لي ما ودي هذيك الليله مع جوي هذيك 12 الهروب بحال ما هكاك راه بانت لي مراتو حنان وهذاك حسن نسيبو خوها هو كيعرفهم كان ساكن حداهم ديزين طوموبيل خرجوا من هاد الحي هذا فين تقتل سهيل خرجوا ودازوا الطوموبيل ودازوا من حدايا دازوا من حدا الطابله ديالي انا كنت مجمع نيت ماشي دراري صحابي اللي حتى بان لي ديزين شفتها وانا نتفكر داكشي اللي داروا ليا اه قلت المسخوطه هادي عاوتاني جايه انا تابعاني ما عرفتش شنو بغيت ما عرفتش ملي كتجي هنا صافي قلتها مع راسي انا صافي ونسيت الموقف اللي حتى فكرتوني فيه نتوما دابا هادشي اللي كاين. هنا البوليس وصلوا بواحد المعلومه جد مهمه هما ملي سولو هذيك مرات سهيل مع نسيبو قالوا بأننا حنا بقينا في الدار ما خرجنا ما والو تعشينا جمعنا شويه ومشاو نعسو هو ما يمكنش هاد مول الطابله قال لي ما ودي راه كانوا ديزين طوموبيل هاد حنان هي اللي صايقه وهاد خوها حداها وديزين خارجين من داك الحي فين تقتل سهيل هما قالوا البوليس بانهم اصلا ما كيعرفوش هاد سهيل لا فين كيمشي لا فين كيجي
لاتيش حاجه وداروا بحث لبيت عائله، ما يمكنش دابا خاصنا نعمقوا معاهم البحث. يا بصح امشاو عندهم، شدوا ديك حنانية الاولى تعقلوها، شدوا ديك حسن حتى هو يعتقلوه داو الكوميساريه. اما انا متعقلين كذا كذا علاش معلاش، قالوا يمسكتو. دابا نتوما غتعرفوا نتوما اشنو كنتو كديروا في الحي ديال هذيك سهيل فين تقتل، اش كنتو كديروا في تالي الليل مع جويه 12 بحال ماكاك 11، اش كنتو كديرتو؟ لا حنا ما مشيناش. المهم زيرهم البوليس فرقهم. هذيك حنان صدمات خات لهم تم صافي، ما عرفات بان البوليس وصلوا ليها صافي، ما قدرش انها تهضر. مشاو عند حسن واجهو قالو يشوف غتعتار والا غتعتار، حنا راه وصلنا الحقيقة وعرفناك بانك انت هو مول الفعلة، علاش قتلتي نسيبك؟ قاليهم لا انا ما قتلتوش كذا كذا. قالو يشوف خصك راه تعرفات وقالت كلشي غير تعرف سلك. صافي هنا بقى كيدور في عينيه اشنو قال ليهم. قال ليهم سيدي بصراحة راه اختي هي اللي طيحات ليا البلان، هو راجل ملي كان مزوج بيها وكان باقي خدام في ديك الشركة كان كتب لينا فيها النيس، كتب لها هي ديك الدار وكتب لي انا المحل وكتب لها هي الطوموبيل ومهلي فينا ديال بصح، وكان جاي عندها مرة مرة ملي ما كيكونش كيكون غيب، ولكن هي كانت شاكة في انه داير علاقة مع شي وحدة. بقينا تابعينو انا اختي اللي حتى عرفناه داير علاقة مع ديك اسماء ومواعدة بالزواج، وفي الاونه الاخيره ولا كيطلب الطلاق من عند مراته اللي حالا اختي. قال لها انا غادي نفرتك معاك وغادي نمشي نزوج، ما نتزوج الانسان اللي كتبغيني وكنبغيها. المهم ولا منوض معاها الصداع بزاف على اقل الاسباب، ولكن قبل ما يطلق شنو كان باغي؟ باغي يرجع الدار ديالو طوموبيلته والمحل ديالي، ولي يقول لي رجع لي محلي وهي يقول لي رجع لي داري وكذا، انتوما نصبتوا ليا انتوما سرتيك الشفاره سرتيك النصابه كذا. المهم هنايا ناوشو معاه وما بغوش يرجعو الاملاك ديالو، وهو باقي كيتواعد مع هذيك البنت وباغي يتزوج بها اللي حتى هي طالبه طلاق من عند راجلها. هي عرفات القضيه دي وعرفات بانه غادي يبقى اللي حتى يطلقها ويتزوج بهذيك الانسان الاخرى، وغادي يبقى اللي حتى يحيد لها الدار ويحيد ليه المحل، ولو ان هذه القضيه دي شويه صعيبه ولكن المهم ما غاديش يوقعهم. هو هنا بغاو يتخلصوا منه، قالوا حنا نتغداو بيه قبل ما يتعشى بينا. صافي انا ورت منه هادشي دا كامل يعني شي فلوس اخرى وكذا كذا، تا هي نديها ليا سيدي كاع وما يتزوجش بهذيك الانسانه. تافقات مع خوها باش يمشي ويصفيو عليه، هما راه كانوا كيحضيو عارفين وفي كيمشي وفي كيجي، والبنت انت كتجي عندو وكذا عارفين عليه كلشي التفاصيل الممله. سمروا ليه هذيك الليله، سمروا ليه اللي حتى دخل كان خارج برا وجا جا طلع للدار ديالو كيف القاعده، سمروا على ديك مول الحانوت اللي حتى سد اللي سد وهما طلعوا اولا ما طلعوش عفوا يا ربي. المهم غير دقوا في الباب، هو طال من شرم تفاجئ، قال له كيفاش عرفوا الدار؟ ما فهم والو، هود فتح لهم الباب. طلعوا حل الطابق الاول، دخلوا بحال هكا هو يباغتو هذاك الانسي واحد الحجره كان جابه معاه، كان هازه معاه في واحد الميكا بحال هاز غير ميكا، هو يضرب على راس طف. الاخر قاو من الضربه وبغى يضارب معاه، اختو عاوناتو تحاموا عليه، بقى عليه بالحجره على الراس طف طف طف، شرشم ليه الراس ديالو طيحو تم. من اللي قتلوه لا دو الفرار، هادشي اللي كاين حتى واحد ما شافو. هي اللي غد ليه فجات ديك اسماء حلات بالسيارة وطلعات لقات السيد مقتول حربات، فاش شافها البقال هادشي اللي كاين. البقال هما ملي جاو راه كان سد ومشاف حالته والحي جديد، وتا واحد ما يدي ما يجي تمايا، تا واحد ما شاف شي حاجه. ولكن اللي زوين في هادشي هذا كامل هو ان الروح لمولاه يبان يبان. شوف دابا هاد السيده ملي دارت الجريمه ديالها هي خوها، دازو من حدا مشكون، دازو من حدا داك مول الطابله اللي جرات عليه من حدا دارها وصيفطاتو هنا باش يكون شاهد الجريمه اللي غدير في حق راجلها. ايوا هي هذيك هنا يتقدموا بجوج بهم العداله وتحكموا بجوج بهم بالمؤبد. هذه النهايه ديال الحلقه ديال اليوم، كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم، والله يرحم لكم الوالدين على حسن الاصغاء والمتابعه، ودمتم اوفياء القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناه قصص وحكايات ولد المغرب. حلقتنا اليوم سيادنا الكرام غادي نبداو مع واحد راجل ومراته. هذا الراجل مع مراته كانوا لاباس عليهم، واحد الاناس اللي هما اغنياء
عندهم واحد الفيلا واخا هي صغيره، المهم راها فيلا ودايره بواحد السور جردا والدار اللي هي الفيلا، كانوا موالين ما والو. المهم هاد الناس هادو او بالاحرى هاد الزوجه هادي كانت كتعرف واحد الذهبي، ماشي كتعرفو يعني كتقدم عنده يعني، المهم كتقدم عنده كليانه قديمه هي ديالو. وهاد العلاقه ما بين الذهبي هو المراه طورت الى صداقه ما بين العائلات، العائله تاع داك الذهبي مع العائله تاع هاد المراه يعني هي وراجلها. ولا هاد الذهبي مره مره كيهز مراته وكيجي عندهم الفيلا، هما مره مره كي ياخذوا الطوموبيل ديالهم وكيمشيو عنده ويتعشاو عنده ويتغداو عنده، هو كذلك مثال يعني يقدر يجي عندهم يشرب معهم قهوه ولا شي حاجه، يعني واحد العلاقه تعدات الحدود ديال ذهبي مع الكليان ديالو، يعني علاقه ديال الصداقه، علاقه ديال العائله بحال ما هكا. عرف ليا واحد النهار الذهبي هذا عرض عليهم كيف القاعده، مولف هو مره مره كيعرض عليهم، وكان نهار السبت عرض عليهم باش يتعشاو عنده في الدار. هي هذيك جاو دخلوا عنده الدار مع جوي هذيك السبعه بحال ما هكاك، دخلوا ضايفهم مزيان كذا تعشاو كانوا على خير وبخير. وصلت هذيك تقريبا ديك المهم 11 بحال ما هكاك 11 وش حاجه، خرجوا ركبوا طوموبيلتهم ومشاو اتجاه الفيلا ديالهم. مع كيدخلوا الفيلا كيكتشفوا بان الفيلا مسروقه، ما كاين لا ذهب لا حتى شي حاجه. كما قلنا هذا الراجل مع مراتو كانوا من الكليان ديال الذهبي، وبالتالي راه شاري من عنده واحد الكميه غير هو بوحدو، غير هو داك الذهبي بوحدو شاري من عنده واحد الكميه اللي كبيره بزاف، يعني شحال من عام وهما كيعرفوه وشحال من عام وهما كيتقداو من عنده من غير الفلوس اللي كانت محطوطه وشي اشياء اللي هي كانت ثمينه. تصدموا بيت نعاس مقلب، يعني الذهب ما كاينش، فلوس ما كايناش، ما كاين حتى شي حاجه. صافي هنا داك الراجل مع مراته مشى ديريكت مو عند الدائره، لقى الناس اصحاب ديموما يعني بيرمانونس، عيط عليهم وجاو معاه، دخلوا كيعينوا بالانفس ديالهم وجود سرقه، استدعاو الشرطه القضائيه، جات فرقه مسرح الجريمه وبداو كيشوفوا لا كاينه شي بصمه شي حاجه تما شي دليل شي اثر. عاينوا الصور من برا، شافوا واش هاد الناس هادو اقتحموا الدار، فرقعوا الباب، كان عندهم الساروت الاشاره فقط. السيد ما قلتش لكم بان هذاك السيد مول الفيلا ملي دخل ماشي الباب الرئيسي، الباب اللي غيدخل مباشره للفيلا كيلقاه مهرس، يعني فرقع، يعني هاد الناس دخلوا عنوه من الباب الرئيسي تاع الفيلا. كيمشيو على برا يعني السور براني كيلقاو اثار تاع تسلق، يعني اثار اقدام هكاك واضحه، لان السور كان مصبوغ بالبيض وفي غير ديك المهم مصبوغ بالبيض، واي اثر ولا شي حاجه كيبقى باين واضح ديك الاثر. لقاو اثار تسلق على الحائط مزيان، ولكن راه ما لقاو حتى شي بصمه وحتى شي دليل ما خلاو تما يد هاد السارقين هادو. وتقول هنا البوليس حاجه الوحيده اللي غادي يبداو يحقوا فيها هي يعني انهم واش عندك شي اعداء لا انت لا المراه ديالك، واش شكيتو شي واحد، عمركم تعرضتوا لمثل هاد التصرفات؟ كيقولوا لا حنا ما عندنا لا اعداء لا والو، علاقتنا كامله مزيانه، لا مجيالنا لا مع الناس اللي كنتعاملوا معاهم، فاش خدامين نتومايا. السيد كان مقاول عنده واحد الشركه، والسيد خدام على راسو ديال بصح، والمراه كتبقى غير في الدار ما خدامه ما والو. هذاك الذهبي صاغ الخبر جا كيواسي العائله تاع الناس هادو، يعني الراجل مع مراتو واساهم وقدم لهم يد المساعده، قال لهم هادشي هذا ما خاصكمش تسكتوا عليه، خاصكم تطالبوا بحقكم، خاصكم تزيروا البوليس باش لقاو هاد السارق. قالوا دير البوليس دايرين خدمتهم، واش كانوا غيديروا؟ راه ما لقاو حتى شي حاجه. المهم بقى فيه الحال الذهبي بزاف. هنايا هذاك الراجل ما عنده ما يدير، صافي البوليس راه حقه مزيان، شافوا شحال من شفار يعني اللي كانوا موجودين موال ديك الساعه اللي موالفه ليهم انهم كيدخلوا الفيلات وكيهجموا على الدور وكذا، مشاو ليهم جابوهم حقوا معاهم واحد واحد، ولكن بدون جدوى. هاد الناس كاملين شدوا البوليس ما كانوش هما السارقين. ايوا شكون اللي دار الفعله هادي؟ المهم داز تقريبا واحد اربع شهور على هاد الجريمه هادي، يعني جريمه السارق اللي تعرض لها هاد مول الفيلا مع مراتو. بقات العلاقه مستمره، يعني كيجي هذاك الذهبي كيمشيو عندو كيتقدم من عندو عاوتاني، بدات كتقدا عاوتاني منو من الاول جديد عاوتاني، لانها خسرات بزاف تاع الذهب كان عندها في الدار. واحد المره من المرات هاد مرات الذهبي كانت في دارها يعني مع راجلها، كانوا واحد اللحظه اشتو كتكتشف
يكتشف بان راجلها دير واحد شاكوش حاطو بحال مخبي بعينيه تمايا، ما عمرها ما شافته. يلا حلاته، لمحات الذهب، لمحات واحد الكميه تاع الذهب. جا كيجري قال لها اشنو كدير هنا، اش قرب لها الشيء هذا؟ قالت لي انا غير بغيت نعرف هاد الساك هذا منين جا، لاني يعني ما عمرك ما شفتك جايبو ولا شفتك حالو وما عارفاش شنو فيه. بالي الذهب واقيلا فيه، على مال الذهب ما حطوش في المحل؟ قال لي لا، الذهب هذا كنخاف عليه، الا حطيته في المحل كاين شفاره وكاين الهجوم، وشتي فلان وفلان تعرض ليهم السارق ديك النهار، كنخاف على رزق يعني، كنحطو في الدار حتى وكان تجي شي مناسبه وندي نحطو حتى وين عرضو للبيع. المهم خبى على الساك وطرفو. هنايا تنوات هذيك المراه، قالت كيفاش تخوني هذا، ما عمرو داير الفعل هذه، يعني ما عمرو خبى عليا شي حاجه، وديك الذهب كان كثير وما عمر شافته. هو ما الفالي انه كيجيب الذهب، ولكن قدامك حطو تمايا كاع ما كيتسوق ليه، غير هو وياه الكنين تمايا. المهم مشات ايام وجات اخرى، هذاك الذهبي غيتحول من هاد المدينه هذه، صافي غادي يضطر انه يبيع هذاك المحل، وغادي يبيع هذيك الدار اللي ساكن فيها، وغادي يهاجر لمدينه اخرى. قرر انه يسافر لمدينه اخرى، قال صافي هنايا المهم تقطع الرزق هنايا والرواج قل، مابقاش كيف الاول، غادي نبيع هادشي هذا كامل وغادي نمشي لمدينه اخرى وغنبدا فيها من جديد. المرأة ديالو ما بغاتش في الاول، ولكن هو لزمها وفرض عليها وصافي، يعني تسامح وتسالم مع دوك الزبناء ديالو، منهم هذاك الراجل والمرأة اللي كانوا تخونوا، تخونات لهم الفيلا. وقال لهم مرحبا، ملي غادي نستقر في هذيك المدينه غادي نتصل بكم وجيو زوروني تمايا. المهم مشاو مراتو وشرا هذيك الدار وشرا واحد المحل ودار عاوتاني تجاره تاع الذهب، يعني السيد الذهبي اصلا هو بدا من جديد مزيان. داز شهر من شهر، يعني تقريبا راه واحد العام، عام داز تقريبا، والزيارات تقطعوا ما بين الذهبي وهاد المراه مع راجلها اللي كانوا تخونات لهم الفيلا، يعني كل واحد دابا في مدينه. أراك ليا هذيك المرأة ديال الذهبي واحد النهار هابطة هذيك المدينة اللي كانوا ساكنين فيها المرة الأولى، وقالت غادي نمشي نشوف هذيك فلانة، يعني مولات الفيلا اللي تخونات ليها الفيلا ديك النهار هي وراجلها. تقريبا راه عام بحال ما كاك مبقاش شافتها. دقات حلات ليها نيت، رحبات بها، دخلاتها، ما كانش راجلها، كانت غير هي بوحدها في الفيلا. المهم حطات ليها شي بركة، المهم كلاو شربو ضحكو. هنا شنو كتلاحظ هذيك مولات الفيلا؟ كتلاحظ واحد السلسله دايره هذيك المراه الذهبي على العنق ديالها، هي مجمع معاها، والاخر حاضي ليها العنق ديالها، حاضي ليها السلسله اللي دايره في عنقها. هنا ديك المراه الذهبي تنتبه لها، قالت لها عجباتك السلسله؟ قالت لها عجبتني وزايله تبارك الله. قالت لها تقدري تعطيني نشوفها؟ قالت لها اها. حيدات لها من عنقها وشافتها، شافت فيها مزيان، قالت لها مالكي عجبتك؟ قلت لها عجبتني، ولكن هادي راه فكراتني في واحد السلسله راه كانت عندي وكنت واخداها نيت من عند راجلك. قلت لها واقيلا بحالها، راجلي نيت انا هو اللي عطاها ليا، هداها ليا ديك النهار نيت واحد شهر بحال هكاك باش هداها ليا. قلت لها ما يمكنش. قلت لها هادي راه السلسله ديالي. قلت لها انا باش معلمها، وريتها واحد العلامه فيها. هنايا ديك المراه صافي سكتات، المراه الذهبي، قلت لها ما عرفت، المهم انا راجلي هداها ليا. صافي عطاتها ليها، رجعتها ليها. هنايا اتصلت براجلها، هذيك مولات الفيلا اتصلت براجلها، جا على الفور ويتعاود لي البلان. قالت لي شنو وقع شنو وقع، السلسله دايرها مار الذهبي رجعت عندي دابا فواحد الزياره، ورا بانت لي فيها واحد العلامه، هذيك العلامه انا كنت عارفها في السلسله ديالي، انا في الاول شكيت قلتها تكون بحالها، ولكن ملي قلبتها لقيت فيها واحد العلامه، تاكدت بانها راه هي. هنايا صافي سكتات هذيك المراه، يعني مراه الذهبي ما لقات ما تقول صراحة، سكتات قالت لي انا في الصراحة ما فهمت والو، ها السلسله راه عطيها ليا راجلي. صافي هنا الراجل مع مراته شافوا تاعي واتصلوا بالبوليس، لان واحد الكميه كبيره ديال الذهب مشات ليهم، واحد المبلغ اللي هو كبير، عندها قيمه ماليه كبيره بزاف. جاوا البوليس، يعني هما اصلا عندهم هذاك الملف وما عرفوش شكون السراق. جاوا البوليس عاودوا لهم البلان، سولوا المراه قالوا لها السلسله من جاتك؟ لا، قالت لهم هدا ليا راجلي، وراجلي ذهبي مزيان، وراجلك فين كاين دابا؟ في المدينه فلان فلانيه. المهم تعاقلوا معها البوليس ومشاو معها حتى هذيك المراه مع راجلها، مشاو حتى وقفوا على الذهبي. السلام السلام، اهلا فلان كيداير بخير؟ يعني ذاك الراجل مع مرتو كيعرفوه ديجا ومايا. قالوا ليه البوليس شوف السيد الذهبي، راه الناس هادو كما كتعرف هما اصدقاء ديالك. اي يا سيدي الله يهدي، الناس هادو من العائله كاع، ماشي تا اصدقاء ديالي. مالهم اشنو كاين؟ ياك ما كاين باس. قالوا يشوفها السيد الذهبي،
ومراتك دايره واحد السنسله. المراه هاد مولات الفيلا ملي شافتها عرفاتها، قالت لينا ودي راه هادي راه من ذهب لي تشفر ليا، حنا جينا عندك بغينا نستفسرو منك لان مراتك قالت لينا بانك انت اللي عطيتي عليها، اشنو كتقول؟ قال لي ما فعلا نيت السلسله هادي راه كانت عندي وانا هديتها لمراتي، صافي هادشي اللي كاين، شنو كاين اخر؟ وماشي من هذاك الذهب اللي تخون فيه الفيلا ديال صاحبك. قال لي لا ماشي هي، لكن بزاف تاع الانواع وتقدر تكون سلسله وحده مطبوع عليها بزاف تاع الماركات يعني نفسها يعني بحالها هي، ولا كيدخل ويخرج في هضره. هنا البوليس قالوا لي شوف تقدر تكون انت شريتي هاد الذهب هذا مع شي واحد يعني شافرو او لي شي حاجه، تفكر تفكر مزيان وقول لينا الا شريتي شي نهار شي سلسله او ذهب ولا شي حاجه مع شي واحد غير دي زاباساجي بلا روسي بلا والو، يعني يقدر يكون شافرو دير شي جريمه عطالك، غير قول لينا. قال لي لا انا ما كنشريش الذهب المشهور، الا ما كان الروسي ديالو ما كناخذوش، هذه قاعده فيا انا سيدي، انا كنحترم القانون مزيان. ومراتك من جاتها قال لي مرا قلت لكم اسيدي الذهب هذا راه ديالي انا، صوتي حتى ما صوتوش انا راه كنشريه كنعاود فيه البيع. مين شريتيه؟ هنا فين تزير هاد الذهب هذا، ما قدرش يقول لهم مين جاب هاد السلسله هادي، ولا ودورو معاه هنا هنا هنا. صافي حصل القاوة القبض البوليس وداه قال لي شوف غادي ندخلوا للدار ديالك وغادي نقلبوها. المهم تحت اوامر النيابه العامه دخلوا للدار، دخلوا للدار اشنو كيلقاو؟ كيلقاو هذاك الساك اللي كما قلنا في الاول ان المراه لقاتو وخباه عليها، لقاو بزاف تاع القطع تاع الذهب. هنايا المراه مولات الفيلا مع راجلها شافوا داك الذهب تاكدوا منه بانه هو نفسه الذهب اللي تخول لهم الفيلا. صافي هنايا بان البرهان وبان الدليل بان الذهبي هو اللي شفر، ولكن الذهبي راه كان هو مراته يعني في الدار وجاو هاد الناس هادو تعشاو عندهم، وشكون اللي شفر؟ شكون؟ عاود لهم القصة كالتالي. قصة وما فيها سيدي هو انه هاد الذهبي هذا ملي كان كيمشي على الناس في الفيلا، واخا هو كان كيبيع عليهم الذهب ولكن عرفهم الناس اغنياء لاباس عليهم عندهم الذهب بكثرة بزاف، قرر انه يدير شي حيلة ويستولي على الذهب. اشنو دار؟ مشى اتفق مع واحد خونا، هاد خونا عنده سوابق قضائية ولكن ما كاين حدش من هاد المدينة هادي من واحد المدينة اخرى. قال لي اشنو غدير اشنو غدير؟ غتجيب الذهب وتجيب فلوس والقضية راها مضمونة، غتشفر وغتجي، تا واحد ما غادي يعاقبك، دير غير اللي قالت وتا واحد ما غادي يعاقبك، انا غادي نخرج لك مولين الدار غنجيبهم عندي يتعشاو عندي ديك الليلة. هذاك الشيء اللي دار. صافي وصى هذاك الشاب عطاه الاوكي بانه راه الناس غيجيو عندي مع جوي السبعة الثمانية، وقال لي انت اصلا كون واقف حدا الفيلا ملي تشوفهم خرجوا ادخل تايا. هذاك الشيء اللي دار داك الشفار الحسن ما قال، الحسن ما قال لك الذهبي، قال لي هما الناس كيتعشاو عندي، الشفار حداهم حتى خرجوا، تسلق من السور دخل فرقع الباب دخلاني ودخل شفر، شفر الذهب شفر الفلوس شفر اي حاجه. من وراها تلاقيت انا وياه، سلمني الذهب انا عطيته الفلوس، كانت واحد المبلغ اللي هو كبير بزاف عطيتها لي وانا خديت الذهب بوحدي، وشي حوايج اخرين رداهم هوايا، انا الغرض الوحيد ديالي غير في هذاك الذهب حطيته. وخفت لا نتورط او لا نتفضح شي نهار معاهم، قررت اني نبيع الدار ونبيع المحل ونمشي لهاد المدينه هادي. الساعه اللي حساس فضحت بها الطريق هادشي اللي كاين، شكون هو اخونا اللي اتفقتي معاه؟ فلان. مشاو جابوا هاد فلان، هذا الفلان كانت في عمرو شي 26 عام بحال ما هكاك، عنده سوابق قضائيه ومجرم اصلا هو بالفطره، شدوه اعترف على الفور. قال لي ما سيدي انا كنت هاني مريح على احتاجاني هاد الذهبي هذا، الذهبي هذا اصلا هو كان كيعرفه، قال لي ما ودي انا ما عمرني ما شريت شي سرقه، هو اصلا كان كيشري الذهب المسروق كيشريه بنص الثمن. قال لي مجي عندي واحد النهار، قال لي غتقوم بواحد العمليه وغتعود لك بالنفع. قلت لي اما هي؟ اشرح لي القضيه كيفاش غنديروا ليها كيفاش غادي نشفروا. بانت لي قضيه سالكه، مشيت معاه. كيفاش درتي ليها؟ كيفاش نفذتي الجريمه ديالك؟ قال لي انا غادي نستدرج لك الناس، غادي يمشيو يتعشاو عندي، غادي يخرجوا مع السبعه ديال العشيه وانت غتحضيهم قدام باب الفيلا، غتبعد وغتشوفهم حتى يركبوا في الطوموبيل، اين فوا يبانوا لك تحركوا ادخل، غادي يكونوا جاو عندي همايا وانا غادي نشدهم لحتى تفوت العشرة تاع الليل، غتكون انت نفذتي العمليه. هذاك الشيء اللي درت، اين فوا ما تحركوا طاح الظلمه واحد شوي، نقصت غير من الصور، درت واحد الليقات، فرقعت الباب اللي كيدخل مباشره الفيلا، دخلت طلعت بقيت كنقلب في بيت ناس اللي حتى لقيت اصلا ورا فرقعت الماريو، لقى هذيك البركه تاع الذهب داها، لقى الفلوس داهم، لقى شي حويجات اخرين يعني ساوين تا هما يداهم، ولاد بالفرار هادشي اللي كاين.
من وراها تلاقيت انا وياه سلمت الذهب بينما هو سمح لي في الفلوس. هو كان الهم ديالو الوحيد هو الذهب، واحترفت بشي حوايج اخرين بعتهم بطريقتي. هادشي اللي كاين صافي. الذهب او ما بقي من الذهب سلموه لمواليه، والفلوس طاب الحال خسر هذاك خونا ضربه كامله ملايين صحاح كان ضربهم. مشاو تقدموا العداله بجوج بيهم وتحكموا ب 25 عام لواحد بجوج بيهم باش عرفوا الطمع تاع الانسان فين كيوصل. ها هو ذهيبي مازال نقول الاخر ما عندوش يقدر يطمع، ولكن هذا ذهيبي عنده فلوس ومزوج وبدارو وطوموبيلتو وطمع في هاد الناس وبغي يدي ليهم هذاك الشيء كامل اللي عندهم. ما عليناش، هذه هي النهايه ديال الحلقه ديال اليوم. كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم، والله يرحم لكم الوالدين على حسن الاصغار والمتابعه، ودمتم اوفياء القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.